تفضلي حبيبتي، بردي على كبدك. مشكورة. شفت شلون؟ لأنك ما تستخدمين خيط الأسنان. أقول حبيبتي ذوقي هذه، هذه صنع يدي وحياة عيني. على فكرة الأكلات هذه اللي فيها دهون ترى سبب في زيادة الوزن، فأنا أنصحك تاكلين هالتفاحة. هاي يما ايش فيها ايدك؟ شو؟ لا يما ما في شيء، روحي روحي لابي. انا اقول حطي على الجرح تراب ويصير زين. يلا يما يلا روحي. لا طبعا نوره، الحين انا وياك نقوم نغسل ايد شهد بماي دافي ونحط لها بلاستر عشان يطيب بسرعه ولا يلتهب. يلا قومي ان شاء الله. يا حبكم للتفاحة.